أهلا بكم. أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية في العراق أنها بصدد إعداد لائحة قانونية لتنظيم المحتوى الرقمي وفرض قيود على صناع ما تصفه بالمحتوى الهاب. وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت في شهر كانون الثاني الماضي منصة إلكترونية مخصصة لتلقي البلاغات عن المحتوى الهابط الذي يسيء للذوق العام ويخدش الحياة، وتشكيل لجنة لمتابعة المحتويات الهابطة في مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم صانعيها للقضاء بحسب بيان الداخلية. وأكدت الوزارة أنها تلقت نحو 96,000 تبليغ أو بلاغ في إطار التصدي للمحتوى الهابط، كما أن القضاء أصدر أحكاماً بسجن 6 من صناع المحتوى الهابط بتهم الإخلال بالآداب العامة وإفساد الأخلاق. وعبرت عدة منظمات حقوقية معنية بحرية التعبير عن قلقها البالغ من هذه الملاحقات الأمنية التي تستهدف في حقيقتها بحسب هذه المنظمات صناع المحتوى الهادف ومنتقدي فساد قوى السلطة من الناشطين والمدونين والصحفيين. وقالت هذه المنظمات إن الأحكام الصادرة بحق المدانين تشوبها اعتلالات قانونية عديدة. حقيقة ودوافع الحملة الأمنية الحكومية في ملاحقة صناع ما يسمى بالمحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: ما الدوافع الحقيقية للحملة الأمنية الحكومية في ملاحقة صناع المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي في العراق؟ وهل فعلا أن قصور الدولة الكبير في القيام بواجباتها وفشلها في صناعة نموذج تنموي ناجح ساهم في تراجع وتردي الذائقة المجتمعية والمستوى الثقافي العام؟ ولماذا يتخوف الصحفيون والناشطون والمدونون من توسيع السلطة لهذه الحملة الأمنية في قمع الأصوات الفاضحة والمنتقدة لقوى السلطة وفسادها؟ وهل ثمة نصوص قانونية تحدد معنى وطبيعة المحتوى الهابط في الاستناد إليها في الملاحقات القضائية لصناع هذا المحتوى؟ ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي، أياد الدليمي، وصباح المختار. صناع المحتوى الهابط ما كان ليسمع بهم العراقيون وما كانوا ليتصدروا المشهد لولا عملية التدمير المجتمعي الممنهج التي هندسها الاحتلال ونفذتها أدواته في العملية السياسية، حتى أسهم هؤلاء في تغييب عقول الشباب عن واقعهم المزري على كافة المستويات. أكثر من يخدم أجندات الأحزاب هم من يسمون صناع المحتوى الهابط، فلماذا بدأت عمليات ملاحقتهم بحسب القوانين الأخيرة المتعلقة بتنظيم المحتوى الرقمي وفرض قيود على صانعيه؟ الأمر كما تؤكد مراصد حقوقية وخبراء قانونيون يتعلق بتقييد الحريات العامة وملاحقة كل من ينتقد الحكومة تحت عنوان فضفاض يحمل اسم صناع المحتوى الهابط دون وجود تفاصيل عن شكل المحتوى الذي يمكن وصفه بالهابط. المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أعرب عن قلقه إزاء احتجاز وإدانة السلطات عددا من صناع المحتوى على خلفية تهم فضفاضة لا تبرر تقييد الحقوق الدستورية للأفراد، مبينا أن القضاء أصدر أحكاما بالسجن بحق 6 من صناع المحتوى لمدد تراوحت بين 6 أشهر وسنتين. المرصد الأورومتوسطي راجع محتوى عدد ممن تمت ملاحقتهم، لكنه لم يجد ما يبرر الإدانات المنسوبة إليهم، وإنما تحمل هذه المحتويات نقدا ساخرا للسلطة وأحزابها، ويبدو أن ذلك هو السبب في ملاحقة هؤلاء. الحملة على صناع المحتوى تحت ذرائع ليس لها مستندات واضحة تقود بالنهاية إلى تقييد الحريات العامة في البلاد وتجريم انتقاد الأفراد المسؤولين أو مؤسسات الدولة وشرعنة محاكمة النشطاء السياسيين، إضافة إلى ذلك احتمالية استخدام تبليغات المحتوى لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، خصوصا بعد أن امتدت الحملة لتشمل ما وصفت بالإساءة للعاملين بمؤسسات الدولة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في حقيقة ودوافع الحملة الأمنية
الحكومية في ملاحقة صناع ما يسمى المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا عبر سكايب من العاصمة القطرية الدوحة الأستاذ إياد الدليمي الكاتب الصحفي، وأيضا معنا عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن الأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. أهلا وسهلا. لو بدأنا مع دكتور رافع. دكتور، هناك حملة أمنية أطلقتها وزارة الداخلية الحكومة لملاحقة ما يسمى بصناع المحتوى الهابط المسيء للذوق العام للأخلاق للقيم المجتمعية، وطبعا خصصت منصة لتلقي بلاغات عن صناع المحتوى الهابط. في أي إطار أو سياق يمكن أن تقرأ هذه الحملة الأمنية الحكومية ضد ما تسميه بالمحتوى الهابط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وحييك أستاذ ماجد أولا وحيي ضيوفك الكرام. أهلا دكتور. حقيقة حتى يعني يكون الموضوع واضح ويعني المشاهد الكريم نعم يعني يعرف أين نتجه نحن في الحديث، لابد من القول أنه منذ عام 2003 لحد الآن هناك كانت مفارقات كثيرة في حياة العراقيين وفي حياة العراق، ومن هذه المفارقات هذه التي نتحدث عنها اللي هي مصطلح المحتوى الهابط. نعم. وهذه المفارقات التي أتحدث عنها هي المفاهيم والأطر المطاطة، ما تسمى بالمطاطة، لا يمكن الحكم عليها، يمكن استخدامها في أي شكل من الأشكال. وأخذ الدستور مثالاً، قوانين وإطار مطاط جدا وقابل للتفسيرات العديدة، وهذا ما لاحظناه خلال 20 سنة. كل القوانين التي وضعت بعد 2003 لحد الآن هي مطاطة ويمكن استخدامها بأي شكل. توجيهات والتعليمات أيضا مطاطة، ومن هذا أيضا المحتوى الهابط، هذا غير موصوف قانونيا، ما محدد بالأبعاد والمقاصد والأهداف، وهذا جزء من فلسفة التضليل التي يجيدونها هؤلاء الذين يحكمون العراق منذ عام 2003 لحد الآن. هذه تغليف الاستبداد بغطاء قانوني، مثل ما يلبسون السياسة عباءة الدين، وهذه تفعلها كل الأنظمة الاستبدادية التي تدعي الديمقراطية، تغلف بتضليل، تغلف كل توجهاتها، كل قوانينها، كل قراراتها بأطر قانونية وهي مطاطة. هذا الذي يحصل في العراق. لذلك عندما نتحدث عن المحتوى الهابط تجد نفسك في حيرة، ما هو المقصود من هذا المحتوى الهابط؟ يعني أو تسأل نفسك السؤال المركزي، يعني لماذا شاع المحتوى الهابط في العراق؟ يعني ما هو، هم يدعون أنهم أحزاب دينية وأحزاب ملتزمة وجاءت من أجل مظلومية العراقيين وجاءت من أجل إصلاح الوضع، وإذا بمحتوى هابط لم يكن يعرفه العراق. نعم، البعض سيقول لك لم تكن لدينا انترنت ولم تكن لدينا يعني وسائل تواصل اجتماعي، لكن هذا كله نتاج شارع، نتاج مجتمع. لو كان المجتمع فيه هذه، بغض النظر عن وسائل التواصل الاجتماعي، لكنا لمسناه في المجتمع لكتبت عنه كثير من الأشكال، يعني حالات شاذة كنا نشاهدها وترصد وتعالج فورا. لكن الآن كل الحالات شاذة، من المسؤول؟ يعني من دكتور اسمح لي سنتحدث عن من المسؤول. نعم. مسؤولية الدولة، التردي الذي يعني شهد العراق بعد العام 2003، سنتحدث عن هذه النقطة. أستاذ إياد مساء الخير أولا. مساء النور أستاذ ماجد، أهلا وسهلا بك، حياك الله. أهلا وسهلا. هناك حملة أمنية تقوم بها الحكومة لملاحقة صناع المحتوى الهابط أو المسيء للذوق للأخلاق للقيم، خادش للحياة، يتعرض لقيم مجتمعية. الحقيقة هناك تشكيك في الدوافع لهذه الحملة وللأهداف. التشكيك في محله، هل هناك دوافع للسلطة غير المعلن عنه وهو استهداف المحتوى الهابط المسيء للمجتمع؟ بداية تحية لك أستاذ ماجد ولضيوف الطاولة الكرام ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا وسهلا. تأكيد في كل دولة، في كل نظام سياسي، دائما ما تسعى الأنظمة السياسية إلى محاولة إصدار قوانين أو استصدار التشريعات والقوانين التي تحاول من خلالها ضبط إيقاع المجتمع
وهذا أمر طبيعي وأعتقد لا غبار عليه. نعم. يحدث في العراق، يحدث في أمريكا، يحدث في نيوزيلندا، يحدث في استراليا، يحدث في أي مكان. بالتأكيد هناك دائما ما يعني يتم استصدار القوانين من أجل عملية ضبط المجتمع، طبعا بالإضافة إلى الأدوات الأخرى التي يجب أن تكون شائعة في أي مجتمع وفي أي نظام سياسي وفي أي دولة وفي أي حكومة. ما جرى في العراق هو أننا قفزنا قفزة هائلة جدا في الفراغ عندما قررت وزارة الداخلية ملاحقة ما يعرف بصناع المحتوى الهابط. أولا نحن نتحدث اليوم عن مفهوم كما تفضل قبل قليل الدكتور رافع، مفهوم مطاط اسمه المحتوى الهابط. ما هو المحتوى الهابط؟ هل هناك تحديد أو مصطلح أو تعريف لهذا المحتوى الهابط؟ حتى من بعد ذلك نبدأ نقيس هذا المحتوى قياسا بما يتم تحديده من قبل الجهات المختصة. قامت وزارة الداخلية بين ليلة وضحاها بإصدار قانون أو تشريعات أو أي كان لملاحقة صناع المحتوى الهابط. لما نرجع شوية لي وراء بالتحديد لما بدأت هذه الحملة لملاحقة صناع المحتوى الهابط، كان هناك أزمة، أزمة الدولار والأزمة معروفة. كانت هناك عملية شبه انهيار للعملة أمام سعر صرف الدولار، بالتالي حاولت الحكومة بأكثر من طريقة يعني إيقاف هذا النزيف المالي بالنسبة للعملة العراقية أمام الدولار، واتخذت عدة إجراءات. وفجأة في خضم هذا الأزمة التي كان يعيشها العراقي ظهرت هذه الحملة. بالتالي أنا أعتقد أن التوقيت لم يكن بريئا حكوميا، هي محاولة للفت الأنظار إلى قضية أخرى. نتحدث عن أكثر من 90,000 بلاغ قدم عبر منصة بلغ، القضايا التي يعني فصل بها قضايا قليلة جدا. يعني لو نلاحظ أننا هذه الأيام، ربما ليس قبل 10 أيام ونحن نتحدث عن المحتوى الهابط، يعني حتى الحكومة بدأت إلى حد ما تتراجع في عملية ملاحقة صناع المحتوى الهابط، لأن بتقديري بل الذين ألقي القبض عليهم من صناع المحتوى الهابط أطلق سراحهم لاحقا. بالتأكيد. بالتالي عملية يعني هذه الحملة التي حدثت أنا بتقديري كانت مبرمجة، عملية لفت الأنظار إلى مكان آخر بعيدا عن أزمة الدولار. الدولة سعرت الدولار ب 130 دينار، ولكننا نشاهد لحد اللحظة أن عملية البيع الحقيقية في داخل السوق السوداء وفي البورصات العامة يعني يتجاوز ال 150 أو 152 أو حتى 154. لم يعد أحد يلتفت كثيرا إلى هذه الأزمة. بنفس التوقيت موضوع محتوى الهابط يعني حول النقاش والأنظار بعيد جدا عن أزمة الدولار. لو نتحدث عن المحتوى الهابط، كما قلت قبل قليل الوزارة لم تعرف لنا ما هو المحتوى الهابط. الوزارة كان يجب إن كانت هي تحاول فعلا أن تكافح مثل هذا المحتوى الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي. تعتقد أستاذ أياد أن السلطة بحاجة إلى مثل هذه الألاعيب أو الحجج أو المظلات حتى أو التدليس والتلبيس لملاحقة أو إشغال الرأي العام عن في العراق عن مشاكل جوهرية وخطيرة؟ القوى السلطة الحقيقة يعني متوشحة، تحمل كواتمها وميليشياتها، والحقيقة يعني تذهب مباشرة على الذي يؤذيها. نعم، رغم ذلك لكن هذه السلطة أو أي سلطة أخرى يعني مهما كانت قمعية، مهما كانت مستبدة، مهما كانت تمتلك من أساليب البطش، إلا أنها في لحظة معينة تحاول. طبعا نحن نتحدث الآن عن شق من التفاصيل المتعلقة بحملة المحتوى الهابط. هناك شق آخر يتعلق بالخوف على الحريات العامة. سنتحدث عن هذه النقطة، اسمح لي أياد أشكرك. نتحدث عن تخوفات من كتاب وصحفيين وناشطين من أن هذه الحملة قد تكون البداية لحملة تستهدف المحتوى الهادف ومنتقدي السلطة. أستاذ صباح المختار، مساء الخير. مساء الخير. المنظمات الحقوقية الحقيقة أصدرت بيانات رافضة لهذه الحملة، حذرت قوى السلطة أن هذه الحملة ليست قانونية، فيها اعتلالات قانونية، لا تستند إلى نصوص قانونية في ملاحقة من يسمون بصناع المحتوى الهابط، والطريقة أيضا يعني عشوائية على غرار عشوائية المشهد والفوضى بعد عام 2003 في العراق. ما هي الاعتلالات القانونية التي تشوب هذه الحملة؟ أولا من حيث المبدأ، أن هذا القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية أو الإعلان الذي قدمته يخالف الدستور،
لأنه يخرج عن سلطة وزارة الداخلية. وزارة الداخلية سلطة تنفيذية، المفروض كان هذا القرار حينما صدر أن يعترض عليه الجهة القضائية يعني المحكمة العليا، كان على البرلمان يحتج عليه يرفض ذلك، لأن هناك في العراق قانون العقوبات رقم 111 لسنة 69. نعم. هذا القانون يتناول كل الأمور التي يريدون، يعني القانون هذا بالمواد من 368 ل 69 الجرائم المضرة بالصحة العامة، الامتناع عن الإغاثة 370 ل 71، الجرائم التي تمس الشعور الديني 372، التشويش على الجنائز والمآتم 73 إلى 75، التي تمس الأسرة 76 ل 85، جرائم السكر 86 ل 88، لعب القمار 89 ل 90، التسول 90 إلى 92، التحريض على الفسق والفجور 399، العمل الفعل الفاضح المخل بالحياة 400 إلى 404، القبض على الأشخاص، انتهاك المسار، التهديد، القذف، هذه جميع هذه الأمور منصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69، والاختصاص فيه للقضاء العراقي وليس إلى أي وزارة من الوزارات. نظرياً من يتعرض إلى ما من الحكومة الوزارة الداخلية تقول أن هناك مشكلة يذهب إلى دائرة الشرطة ويقول أن فلان يحض على الفسق والفجور، وبالتالي الشرطة تستدعي هذا الشخص وتقدمه إلى المحكمة بموجب القانون، قانون العقوبات العراقي. خليني بس أضيف وزارة، خليني أضيف بس حتى يصير النقاش يعني موضوع الحقيقة، من ألقي القبض عليهم من صناع المحتوى الهابط، الداخلية فقط يعني ألقت القبض عليهم ودفعت بهم إلى المحكمة، وقد حكم على 6 منهم بسجن بين 6 أشهر وسنتين، وهناك 8 لا زالوا في طور التحقيق. يعني الداخلية ما زالت جهة تنفيذية تلقي القبض، والقضاء هو من يفصل في هذه التهم المنسوبة لهم. وزارة الداخلية الآن، شوف كيفية تحريك الدعوة في العراق، حينما ترتكب جريمة ليس وزارة الداخلية التي تحرك الدعوة، وإنما المتضرر يطلب من الادعاء العام، يطلب من الشرطة التي تطلب من الادعاء العام أن يحرك الدعوة. الوزارة، وزارة الداخلية لا علاقة لها بهذا الأمر، هذا مخالف للدستور. في هذه الحالة استاذ صبا، في هذه الحالة من المؤهل، من الذي يحق له أن يحرك الدعوة ضد صناع المحتوى الهابط؟ المتضرر، المتضرر لو فرضنا نعم. أنه أنا رجل دين وأعتقد أن هذا هناك شخص قام بارتكاب جريمة تمس الشعور الديني، المفروض وفق القانون العراقي أن أذهب إلى الشرطة وأقول فلان الفلاني سب الإمام ولا سب أحد ولا شيء، وبالتالي الشرطة تستدعي الشخص، تجري التحقيق معه، ثم تحيل الأوراق إلى الادعاء العام. الادعاء العام يقوم بالنظر في هذه القضية، فإذا وجد أن هناك أدلة قانونية تكفي لتقديمها للمحكمة تقدمها للمحكمة. لكن هذا الإجراء اللي يتحدث عنه، هذا لا تريد الحكومة، الحكومة تريد أن تمارس عملا سياسيا. الحكومة بالنسبة لها لا تريد أن، غير مستعدة أن تنتظر محاكمة وقانون ومحكمة وإلى آخره. بعدين كل العبارات التي استعملت ليس لها معنى قانوني. سنتحدث عن نقطة، سنتحدث عن القانون، يعني هل حدد عرف ما يسمى بالمحتوى الهابط حتى؟ ماكو قانون يا أخي، هذا اللي صدر قرار من وزارة الداخلية، وهذا قرار إداري. واضح. القرار الإداري ليس قضاء، ليس قرارا قانونيا، وبالتالي لا يمكن العمل به. واضح. يعني هل يجوز أن بكرة مثلا وزارة الزراعة تقرر أن كل من يسقي الأراضي مالته بالطريقة الخطأ تروح تلقي القبض عليه؟ يبدو بالعراق يصير. دكتور رافع أشكرك. دكتور رافع، هناك من يتحدث الحقيقة يقول أن قصور الدولة وفشلها في القيام بواجباتها وخلق نموذج تنموي ناجح، القضاء على البطالة، على الفقر وغيرها من الشواذ الأخرى، هو المتهم الرئيسي بصناعة المحتوى الهابط العام في العراق.
أيضا الدولة هنا تتحمل المسؤولية، حملت الدولة أيضا المسؤولية. أستاذ ماجد، يعني سؤالك مهم الحقيقة، لكن قبل هذا أريد فقط أن أعرج على ما سألت الأخي الأستاذ أياد قبل قليل. قلت له يعني هل الحكومة هذه تحتاج أن يعني تشغل الناس في قضية أخرى وهي لديها السلاح ولديها ميليشيات ولديها كل شيء؟ نعم. وقد أجابك. أريد أن أضيف في هذا الموضوع، نعم، مهما كانت الدولة إلا الدولة التي تخرج من رحم الشعب لا تفكر في هذه القضية ولا تشغل الشعب بقضايا وتواجه الشعب بكل ما موجود لديها. أما هذه الحكومات، ولدينا في العراق نظام سياسي هش، يعني نحن الآن نعيش أسوأ اللحظات، والنظام غير مستقر، الحكومة غير مستقرة، الوضع غير مستقر بيدهم، كل الأمور السياسية والاقتصادية والمجتمعية والأمنية كلها غير منضبطة وغير غير غير محددة، الوضع غير دقيق، وهم يخشون ثورة شعبية في أي لحظة تندلع، فلذلك يريدون يشغلون الشعب، وهذا منطقي جدا جدا، وهذا جزء مما سميته أنا فلسفة التضليل. نعم. هذا جزء من عنده، لذلك هم ذهبوا إلى هذا الاتجاه لكي يشغلوك بلعبة جديدة ويحاولون أن يلهوك عن المشاكل التي وهي تلعبها كثير من الأنظمة الاستبدادية التي تدعي الديمقراطية. النقطة الأخرى التي تسأل عنها وهي ربما نفس الموضوع اللي هو يعني لماذا شاع هذا المحتوى الهابط. نعم. اللي يتحدثون عنه، يعني هذا بتوصيفاتهم هذا الكلام السيء المدري ما أعرف شنو. طيب هو أو عندما تنهار منظومة القيم في المجتمع، عندما تنهار القيم السياسية الاجتماعية الاقتصادية كل القيم تنهار، التربوية، عندما ينهار التعليم، عندما تنهار الخدمات الصحية، ينهار القانون، لا قيمة للقانون، عندما الميليشيات تتحكم، عندما القانون غير منضبط، العدالة غير مطبقة، كل هذا يجعل المجتمع بفوضى، فتخرج نماذج شاذة كثيرة، وهذه النماذج الشاذة الكثيرة هي من تتصعيد الساحة. إذن من المسؤول هي السلطة والإطار الحاكم، هي التي دفعت الناس. وسؤالك منطقي جدا، لذلك قلت لك هذا السؤال جدا مهم، لأنه من دفع الناس البعض بأن يقولوا أشياء غير مستحبة بالمجتمع هو الوضع الاجتماعي، الوضع السياسي أو الإطار الحاكم للعراق، هو الذي دفع الناس، الوضع الذي يمجد بالفساد، اللي لا يحترم التعليم، لا يحترم صحة الإنسان، لا يحترم الأمن، لا يحترم كل هذا، وهذه الفوضى الشائعة، كل هذا دفع إلى نماذج شاذة من ضمنها. يعني وتحدثنا ربما عن مفاهيم المطاطة، عندما تجد اليوم هناك قوانين اتحادية وقوانين إقليمية وأكو صراعات بيناتها، وهذا يقول صحيحة وهذا يقول لا، وهذه التفسيرات ومحكمة اتحادية تحكم والناس ما تقتنع بحكمها، هذا كله جزء من ثورة من 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 فوضى كاملة في المجتمع تدفع إلى نماذج من هذا الشكل. فمن المسؤول بالتالي؟ المسؤول المواطن، أنت تحمل المسؤولية للمجتمع؟ لا، فبالتأكيد هم وضعوا هذا المحتوى الهابط، ومثل ما قال الأستاذ صباح، أخي الأستاذ صباح، قال هذا هو أمر إداري لا يرقى إلى، يعني هو غير موصوف قانونياً، أمر إداري، لكن هم يحولون الأوامر الإدارية إلى محتوى قانوني ويطبقوه على الناس ويدفعون الناس إلى المحاكم ويحكموهم. طيب، ومن يحاكم الكذاب؟ من يحاكم الأحزاب الكاذبة؟ من يحاكم الفاسدين؟ من يحاكم الاستيلاء على هل الاستيلاء على أموال الغير، استيلاء على أموال الدولة، الفساد، الخراب، القتل، النهب، تهجير الناس، التغيير الديمغرافي، هل هذا محتوى راقي أم محتوى هابط؟ ما هو هذا التفسير؟ أنت خال تفسير مطاط، هذا السلاح بحدين. نعم. فالناس تفسر الباقي، أنت ماذا تريد؟ وين المستوى الهابط؟ ما هو المحتوى الهابط؟ يشمل كل سياستكم من عام 2003 لحد الآن، كل اللي شفناه محتوى هابط، والشعب شافه محتوى هابط. طيب، هذا كله ينطبق عليه المحتوى الهابط، كيف يمكن محاسبة هذا المحتوى الهابط؟ وين نضعه؟ بيا مسار، وهل ينطبق عليه هذه التعليمات الإدارية؟ سنتحدث بعد الفاصل عن معايير مزدوجة للسلطة في تحديد المستوى الهابط من المستوى غير الهابط. نستأذن من الضيوف الكرام ومن المشاهدين الكرام أيضا
لنتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، ابقوا معنا. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار. تبحث هذه الحلقة في الدوافع الحقيقية والأهداف الحقيقية للحملة الأمنية الحكومية في ملاحقة صناع ما يسمى بالمحتوى الهابط في العراق. ضيف طاولة رافع الفلاحي، أياد دليمي، صباح المختار. أياد دليمي، أنصار السلطة يقولون من حق كل سلطة، وأنت أشرت، أن تحمي مجتمعها وتحافظ على قيمه وتحافظ على أعرافه وتحافظ على الذوق العام وعلى رموزه وعلى ثوابته، من حق السلطة، والحملة هذه تندرج في هذا الإطار، في إطار هذا الحق للسلطة في حماية المجتمع. لماذا بالعراق يعاب على السلطة عندما تطلق هكذا حملة؟ يعاب عليها، تجابه بالرفض، تجابه بالتشكيك، تجابه بعدم التصديق بنواياها. يعني اعتقد ان يعني واحده من اهم الاسباب التي يعني تجعلنا نشكك بمثل هذه الحمله وغيرها من الحملات السابقه وربما حتى اللاحقه، هو اننا يعني جربنا، نحن نعرف هذه السلطه منذ عام 2003 وحتى اليوم. لماذا الان حمله المحتوى الهابط؟ بالتاكيد نحن كلنا يعني لا نريد ان يعني نرى او نشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي شيء يسيء للذوق العام ولا يسيء للاديان ولا يسيء عادات والتقاليد وكل هذا، بالتأكيد نحن نطمح لذلك. لكن هل آلية المعالجة التي قامت بها وزارة الداخلية سليمة؟ وهنا سؤال. الشيء الآخر، ما سرب من وثيقة لأتوقع إدارة هيئة الاتصالات العراقية وإدارة المحتوى، ومخيف بصراحة، لأنها كانت تتضمن العديد من النقاط التي وصلنا فيها إلى مرحلة أن انتقاد المؤسسات الحكومية يندرج ضمن حملة المحتوى الهابط، انتقاد شخصيات سياسية وشخصيات حزبية يندرج ضمن حملة المحتوى الهابط، انتقاد المؤسسات الدولة بشكل عام هذا يندرج. خلينا نأجل نقطة أنه الخوف من توسيع الحملة الأمنية لتشمل هذه الفئات والشرائح، نبقى في نقطة السلطة في العراق مؤهلة لتحمي المجتمع أم هي المتهمة بكل هذه الأمراض والتشوهات التي أصابت المجتمع؟ نعم، يعني بالتأكيد قلت لك، يعني نعم. أي حملة من هالنوع هذا نحن مع هذه الحملة. أي حملة لمحاربة محتوى هابط بالتأكيد نحن معها، ولكن نريد أن يعني نسلك المسالك الحقيقية والقانونية والطبيعية لتطور الأشياء. يعني قبل قليل أشار الأستاذ صباح المختار إلى جملة قوانين عراقية ربما نراها اليوم قديمة، تتعلق بكثير من التفاصيل التي ربما يستند عليها هذا الأمر الإداري الذي صدر من وزارة الداخلية. لكن السؤال، هذه القوانين لم تتحدث، يعني لم يعني توضع في زمن العالم الرقمي اليوم. الكثير من الدول اليوم ليس لديها قوانين ناظمة وحاكمة على ما يتعلق بالمحتوى الذي يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. لذلك لو كانت هذه الحكومة جادة كان هناك إمكانية لعملية دراسة شاملة من قبل مختصين، من قبل يعني ناس أصحاب كفاءات يقومون بوضع دراسات شاملة حول ما يمكن أن يسن قانونا يتعلق بما يبث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلف، ثم بعد ذلك تصدر القوانين. عندما تأتي إلى واحدة من صناع المحتوى، المفارقة أنه قوى السلطة في النظام الديمقراطي في العراق
استدعوا نصوص قانونية من الحقبة الدكتاتورية والآن يعني اتكوا عليها. نعم، أنت عندما تستدعي سيدة تبث محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بدعوى أنها يعني تبث محتوى هابط، واحد من الأشياء والمفارقات التي حدث أن هذه السيدة قالت أنها تستطيع أن تعبر أي سيطرة لأن عندها علاقة مع اللواء الفلاني نعم. والآمر الفلاني والقائد الفلاني، بدل أن تستدعي هؤلاء الأسماء التي ذكرت في المحتوى قمت باعتقال هذه السيدة. بغض النظر، الأصل أنك تذهب إلى من يعني منحوها مثل هذه القوة للتحدث، هؤلاء هم من يعني يجب أن تستهدفهم، حتى أنت هنا لا تحتاج إلى حملة محتوى هابط وما إلى ذلك. الأصل أن تعالج الخلل الكامن في المؤسسات نعم. الحكومية تحديدا التي ربما منحت الكثير من صناع هذا المحتوى حصانة حتى ضد القانون. بالتالي أنا أعتقد أن مثل هذه المعالجات بالتأكيد يعني مخيفة، بالتأكيد يعني محل شك، بالتأكيد أن مثل هذه المعالجات العشوائية يعني تندرج في إطار عملية أشكرك. ربما برمجة ستذهب بنا بعيدا في عملية تكميم أفواه، في عملية إسكات الأصوات المعارضة نعم. في عملية ملاحقة الكثير من المعارضين، ولنا في قانون 4 إرهاب أسوأ سيئة في ذلك. نعم أستاذ صباح، الآن القانون الموجود الآن هل ثمت نصوص قانونية في القانون يعني تحدد تتحدث عن طبيعة المحتوى الهابط للاستناد إلها في ملاحقات قانونية وقضائية، حتى لو المواد ربما غير مفصلة على مثل هذا ما يسمى بالمحتوى الهابط، قريبة تعالج قضايا قريبة من المحتوى الهابط، موجودة أم منعدمة بالكامل والقضية عشوائية بالكامل؟ أولا هناك حاجة إلى توضيح أمر. نعم. هناك مسودة قانون جرائم المعلوماتية. نعم. وهذه لم يمر بالبرلمان لأن الدولة أو الحكومة خلطت بين الجرائم الإلكترونية وجرائم حرية الرأي أو حرية الرأي، وبالتالي لم يمر هذا القانون. الحكومة الآن بالرغم من وجود هذه القوانين والقانون اللي المواد اللي ذكرتها أنا، هذه ليست الوسيلة، ليست هي المهمة. يعني التحريض على الفسق، ممكن أن يكون واحد يطلع بالشارع، ممكن واحد يدز إيميل، ممكن يحط على الفيسبوك، الوسيلة لا تغير من العمل. هذه القوانين وضعت بدراسات متعددة وطويلة وتم تطبيقها للخمسين سنة الماضية. كونك أنت انتقلت من الرسائل إلى الواتساب أو إلى الإيميل أو بدأت الوسائل الجديدة، هذه لا تغير من الأمر شيء. كان قبل ما كان هذين الوسائل، ممكن الناس يشيلون تليفون على واحد ويفشرون عليه، أو ممكن يدزوا له رسالة، أو ممكن واحد يحكي على الناس بين الناس بالمجتمع. هذه كون أن الوسيلة تغيرت، هذه الجرائم لم تتغير. هذه الجرائم ليست بحاجة إلى إعادة إنتاج. يعني التشويش على الجنائز، هذه إحدى الجرائم اللي منصوص عليها في القانون 373 إلى 375 من قانون العقوبات. التشويش على الجنائز والمآتم ممكن يعني يأخذ أي صفة كانت، تدز ناس يضربون رصاص، تدز ناس يسبون، تدز إيميلات، تدز تجيب موسيقى. الوسيلة لا تغير من هذه الجرائم. كل هذه الجرائم التي تعتري المجتمع العراقي الآن منذ الاحتلال، زيادة المخدرات وكل المسائل اللي الناس تعرفها والفاشينيستا اللي ذكرت الآن، هذه المسائل كلها مظاهر لجرائم معروفة كانت، وإنما تغير الأسلوب. لكن في نفس الوقت لا يجوز للدولة حينما تريد تنظيم المجتمع أن تخل بدستورها. الدستور يقول هذه الجرائم منصوص عليها في القانون. الحكومة رادت تطلع قانون جديد، ما قدرت تطلع القانون الجديد، وزارة الداخلية هي صدرت أمر إداري وبدأوا ينفذوا. هذه أقصى درجات الإساءة إلى سيادة القانون. حقيقة الحكومة أستاذ صباح، الحكومة أو الأجهزة الأمنية تقول في مستندنا القانوني في هذه الحملة ضد صناع المحتوى الهابط يستندون إلى المادة 403 من قانون العقوبات العراقي الذي يتحدث عن محاسبة
يعني جرائم إلكترونية، إساءة المادة وإن كانت غير مفصلة على هذه القضية لكنها قريبة، المادة 403 فعلا تعالج هذه مثل هذه القضايا؟ يجب الانتباه. نعم. 403 تنص على هذه، لكن تكلف الجهات، ليس وزارة الداخلية، تكلف الجهات القضائية. هذه من ناحية. نعم. من الناحية الثانية أن قانون المرافعات لا يجيز تجريم أفعال لم ينص عليها في القانون. ووزارة الداخلية الآن كان بإمكانها أن تقول أنه من الآن فصاعدا اللي يسوي تشويش على الجنائز أو اللي يختطف ناس أو اللي يحرض على الفسق والفجور نطبق عليه المواد 399 أو كذا من قانون العقوبات. أما كون أن وزارة الداخلية اللي هي جهة أمنية إدارية ليست قضائية تحط رقم تليفون وتخلي الناس يخابرون وتتصرف على ضوءه، وزارة الداخلية ليس لديها هذه السلطة. أنا أعلم أن الشرطة تتبع وزارة الداخلية، ولكن وزارة الداخلية واجباتها محددة بقانون لا يعطيها هذا الحق. الشرطة لديها قانون يحدد عملها. الشرطة تتحرك ليس بأمر وزارة الداخلية، وإنما تتحرك بتكليف من المشتكي وليس من وزارة الداخلية. يعني هاليوم واحد يجي يقول لك والله هذا عمل فاضح أو مخل بالحياة، طيب هو كيف يقرر وبعدين يعطيها إلى واحد اللي قاعد بالتليفون بوزارة الداخلية اللي هو ما أعرف شنو المؤهلات مالته، هو يقرر إيه نعم أو لا؟ هذا المفروض الأمر يأخذ شكل آخر. القوانين العراقية الموجودة تنص على الأسلوب وتنظم الطريقة وتحدد الجهات المختصة. وزارة الداخلية في هذا البيان أو القرار أو الشيء اللي أصدرته خالفت قانونها وخالفت الدستور العراقي وسكت عنها البرلمان وسكتت عنها المحكمة العليا. دكتور رافع، الحقيقة الناشطون والمدونون والكتاب والصحفيون يعني تحدوا السلطة أن تطارد أصحاب أو صناع المحتوى الطائفي والتحريضي والتكريهي في المجتمع، وهم كلهم مرتبطون بقوى السلطة بل قيادات في الميليشيات وفي الأحزاب الطائفية، ويعني كما يقول الناشطون شخص بارز في العملية السياسية تحدث وما زال يتحدث عن خندقين يزيد والحسين، ومع ذلك هو صانع من صناع السياسة من أركان العملية السياسية. تتوقع أن السلطة قد تذهب إلى صناع المحتوى الطائفي التحريضي؟ أبداً أستاذ ماجد، هذا الموضوع أبداً، لأنه هذه السلطة تقوم على فكرة التفرقة والطائفية والتمييز، والعملية السياسية تقوم كلها على المحاصصات الطائفية والعرقية، بالتالي الذهاب إلى هذه القضية لا يمكن أن يحصل. ولا لو يحصل هذا قانون بالعراق، ما حضرتك يعني ما دام قمنا نضرب أمثلة، نور المالكي أخرجوا إلى التسجيلات ظهرت للناس وكل الناس سمعوها، محتوى هابط إلى أبعد درجة. هل تم استدعائه من قبل القضاء والتحقيق معه فيما قيل أنه هذا يعني دعنا مثل ما هو يشكك يقول هذا مو صحيح؟ طيب هل القضاء قال كلمته قال هذا مو صحيح فحصوه، مع أنه تأكيدات كثيرة وشركات عالمية كثيرة أكدت أنه هذا صوته وكان يتحدث في تفرقة المجتمع وقتل وذبح وهذا، لكن لم يحاسبوه. هناك من يعني يصعد على المنابر ويمسك هذا وقنوات فضائية ويشتم طائفيا بشكل غريب عجيب ويحرض طائفيا لا أحد يتحدث عنه، وإذا ما تم انتقاده في هذه القضية تقوم الدنيا ولا تقعد. لماذا تقولون هكذا؟ القضية حرفتوها عن ما هو الوضع بهذا الشكل. أنتم وضعتم محتوى، وضعتم إطار غريب عجيب مطاط، تريدون أن تنالون من مجاميع معينة وتلهون الناس بلعبة جديدة ليس أكثر الحقيقة. وجزء من عدها هي تأسيسها ووصولا إلى ما تحدث عنه أستاذ آيات قبل قليل، قال أن المحتوى الهابط كان مخيف لأنه يستقصد مؤسسات ودوائر للسب المؤسسات واللي يشتم وينتقد المؤسسات والوزارات والشخصيات والرموز الدينية، فبالتالي يسكتون كل الناس بإطار قانوني. وهذا ما قلته، هم يغلفون كل شيء استبدادي بقوانين وكأنهم ديمقراطيين. هذا الوضع بالذات، يعني مثل ما يلبسون السياسة عندنا بالعراق بلباس ديني
والمرجعية قالت وما أعرف منه قالت ولا لكي لا أحد يتحدث. هذا الوضع هو الغريب وهو نعم. العجيب وهو الشاذ وهو ما يتمحور فيه هذا المحتوى الهابط. لذلك هو الفكر الذي أوجد هذا المحتوى الهابط هو هابط الحقيقة، لأنه لا يريد أن يعترف أنه من أوصل الناس إلى هذا هو مسؤوليتهم، هو إطارهم الهابط، هو إطار الفساد والخراب والتفرقة وعدم وجود قوانين، هو الذي أوصل الناس البعض من أن يتحدثون بهذا الشكل. ولا إذا أردنا أن نحاسب الجميع فعلينا أن نحاسب اللي يقتلون الأطباء، اللي يقتلون معرف منه، اللي يهددون المحامين، اللي يهددون الكفاءات، اللي يخربون التعليم، اللي يخربون الصحة، اللي كل هذا الفساد، اللي يسرقون، اللي يبوقون، اللي يطلع لنا بالسياسة يتحدث ويكذب علينا، اللي يوعدنا بالكذب. أشكرك. هذا كله محتوى هابط. نعم اياد، الحقيقه ما ان الحكومه اعلنت عن اطلاق هذه الحمله، خصصت يعني منصه الكترونيه لتلقي البلاغات، حتى الحقيقه يعني ثار الناشطون والمدونون وعبروا عن مخاوف من انه هذه الحقيقه الحمله ليست لا تستهدف المحتوى الهابط، تستهدف صناع المحتوى الهادف، منتقدي السلطه، فاضحي السلطه، معري فساد السلطه، وأن هذه الحملة وإن كانت في بدايتها ضد صناع محتوى هابط لكن في حقيقتها هي ستتمدد لتشمل هذه الأصوات المناهضة للعملية السياسية الرافضة لها. مثل هذه المخاوف واقعية أم فيها مبالغة وتضخيم الحقيقة وتحميل للأمور أكثر مما تحتمل؟ على الأقل الحملة لا زالت في بدايتها. يعني أعتقد أن المتابع للشأن العراقي لاحظ جيدا خلال الفترة يعني على الأقل الخمس سنوات الماضية أن هناك ارتفاع كبير في منسوب الحريات العامة لدى الشعب بشكل عام، ومن يتابع ما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي العراقية يدرك ذلك جيدا، تحديدا يعني ربما الفترة التي عام أو عامين قبل انتفاضة تشرين 2019 ارتفاع حاد وكبير جدا، وأنا بتقديري كان ممهد للكثير من التغييرات التي حصلت في العراق سواء في انتخابات 2021 أو حتى انتفاضة تشرين 2019. ارتفاع منسوب الحريات العامة للشعب العراقي، الكثير من المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي كانوا يتكلمون بحرية كبيرة جدا حقيقة. يعني نحن نتابع كنا نقول يعني بالعكس هذا شيء جيد بتقديري. هذه الأستاذ يعني الحقيقة هناك من يقول أنه هذه الحريات العامة الحقيقة ليست مكسب من السلطة بقدر ما وكأنه هذه السلطة اتسع الخرق على الراقع، ما عادت تلحق. لا إيه؟ لم أقول أنها مكسب من السلطة أستاذ ماجد. أنا أتكلم بشكل عام. نعم. هذا ما حصل. نعم. رغم عن السلطة، رغم عن أحزابها، ما حدث في تشرين. نعم. لم يكن مكسب من السلطة. نعم. ولم يكن بدافع من السلطة، كان ثورة شعبية. بتقديري أن ما جرى من ارتفاع منسوب الحريات كان رغما عن السلطة وعن أحزاب السلطة، ما جرى في تشرين كان رغما عن السلطة وأحزاب السلطة. بالتالي هذا الارتفاع الكبير في منسوب الحريات العامة بات يشكل خطر كبير جدا، ليس فقط على الحكومة وإنما على مجمل النظام السياسي في العراق. لاحظ حملة المحتوى الهابط لم تنتقد ولا بكلمة من مختلف أطياف العملية السياسية، لأنهم كلهم يريدون أن يستغلوا هذه الحملة لخدمة مصالحهم. نعم. حملة المحتوى الهابط وجدت تأييد كبير من قبل كل أحزاب العملية السياسية، لأنهم يدركون أن ارتفاع منسوب الحريات سيقود بالتأكيد إلى ثورة شاملة لا تبقي ولا تذر لهذا النظام السياسي. لذلك كان لابد لهم من هذا التحرك العاجل لمحاولة قمع الحريات. نحن اليوم نتحدث عن حملة تستهدف البلوغرات وصناع المحتوى على الراقص وغير ذلك يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بالتأكيد عندما تقرأ بعض المضامين التي جاءت في هذا القرار الذي يعني ربما الآن يعني تحدثوا أنه لم يكن هذا ما سرب الوسائل الإعلام لم يكن صحيحا وما إلى ذلك، هناك عملية يعني يتم محورتها لقمع كل صوت معارض. بالتالي بالتأكيد الكل يخشى من هذه الحملة. نعم. بالتأكيد أن هذه الحملة تستهدف قمع الحريات بشكل عام، لأنهم باتوا يخافون ويخشون جدا من ارتفاع منسوب الحريات. واضح.
لدى مختلف أطياف الشعب العراقي. أستاذ صباح، هل تعتقد أن السلطة ستذهب إلى القضاء والقضاء سيفصل لها قوانين تتعامل مع قضية ما يسمى بالمحتوى الهابط لقطع الطريق على أي يعني أي أصوات معارضة؟ هذا المد في حرية التعبير ومهاجمة السلطة على وسائل التواصل الاجتماعي اللي أشار إليها أياد الدليمي، لابد من قوانين قاطعة حازمة رادعة لإيقاف هذا المد، هذا المنسوب من ارتفاع ووأد يعني هذه الحركة أو هذا التوجه من حرية التعبير وانتقاد السلطة قبل أن تستفحل الأمور وتخرج عن السيطرة. المشكلة التي لدينا في العراق أن كافة أجهزة الدولة فيها ثلاثة سلطات: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. السلطة التنفيذية نعرف وزارة الداخلية والحكومة ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وإلى آخره. السلطة التشريعية هم مجموعة النواب الذين انتخبهم الشعب لتمثيل حقوق المواطنين، وإذا بهم أسوأ من السلطة التنفيذية. وأنا أتكلم عن النواب بدون استثناء، بغض النظر عن انتمائهم الطائفي أو الديني أو السياسي، الجميع عبارة عن مرتزقة يمارسون دور يقبضون ثمنا باهظا دون أن يقدموا شيء لا للعراق ولا لمن انتخبهم. هاي السلطة التشريعية. السلطة القضائية التي هي المحور، كل دولة في العالم، أكبر دولة في العالم وأصغر دولة في العالم، ما يحميها هو السلطة القضائية، لأن السلطة القضائية تقيد السلطة التنفيذية وتحاسبها، وأيضا تحاسب السلطة التشريعية. طبعا السلطة التشريعية تستطيع إصدار قوانين، لكن في العراق السلطات الثلاث سيئة بدرجة لا يوجد مثيل لها. أنا أجريت مقارنة بين ما يجري في أفغانستان مع طالبان التي تعتبر أسوأ مكان، ودول أخرى حتى بما فيها الدول التي تعاني الآن من اضطرابات داخلية مثل اليمن وسوريا. الوضع العراقي أسوأ من كل هذه، وبالتالي لا أظن أن هناك نية في إصدار قوانين صحيحة لصالح المجتمع، وإذا ما صدر أي قانون فسيجري تنفيذه بطريقة سيئة ويتم عرضه على قضاء فاسد. دكتور رافع، هذه الحملة إلى أي نقطة يمكن أن تصل؟ قد تتوقف عند ما يسمى المحتوى الهابط وترسل السلطة رسالة تخويف وترهيب لأصحاب أو صناع المحتوى الهادف، أم أن الأمور ستمضي بالتوازي مع كواتم الميليشيات وفرق الموت؟ والله أستاذ ماجد، هذه السلطة سلطة شيطانية يعني، وين ستمضي ما أعرف لي وين ستمضي. هذه سلطة ملائكية دكتور يقول الجعفري، شلون سلطة شيطانية؟ نعم، هو يقول هكذا واقع الحال، هي شيطانية في كل التصرفات، والسلطة الملائكية ما تخرب البلد 20 سنة خراب وفساد وبوق ونهب وسرقات، وهو ما باق له ما أعرف كم مليار ونزم، هذه قضية أخرى. نعم. الحقيقة لكن هم وين يمضون؟ وين رايحين؟ هل يستطيعون أن يطلبوا من القضاء وأن يصدر لهم قوانين؟ نعم يستطيعون، وسيصدر القضاء مثل هذه القوانين. يصدرها من الذي يمنع؟ ما هي هذه السلطات بالتالي هي غير شرعية. يعني نعم أستاذ صباح تحدث عن سلطات ثلاثة، سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية، لكن واقع الحال هذه لا ينطبق عليها هذا التوصيف. حتى سلطات اسم سلطات تشريعية وتنفيذية هي غير صحيحة، لأنه أساسا غير شرعية. يعني أخذ السلطة التنفيذية، ومن انتخبه عندما لا يشارك 85% من العراقيين بالانتخابات، 15% و 12% منه، من هؤلاء الذين دخلوا انتخابات؟ هم أصحاب الميليشيات والقوى الأمنية، والمستفيدين من هذه الأحزاب بعض هذه الأحزاب، فبالتالي من انتخبهم هؤلاء لا يمثلون الشعب. 12% و 13% هل يمثلون السلطة؟ ومع ذلك انسحبوا الجزء الأكبر اللي هم التيار الصدري، انسحبوا. من بقي من خسر هذه الانتخابات يسموها انتخابات، شكلوا البرلمان، هل هذا البرلمان يمثل الشعب؟ لا يمثل. إذن سلطة غير صحيحة، وهذا البرلمان خرجت من عنده مثل ما يقولون الحكومة. إذن هل الحكومة هذه شرعية؟ البرلمان غير شرعي، والسلطة القضائية التي تسيس القضاء لصالح الرؤوس وصالح
صالح الحكومة وصالح العملية السياسية، هل يمكن اعتبارها سلطة؟ شكرا دكتور. بالتالي هذه السلطات لا يمكن الوثوق بها، ويمكن أن يذهبوا إلى أبعد من هذا، والشعب وحده القادر أن يسكتهم ويوقفهم على حدودهم. نعم. شكرا للدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، كان معنا عبر سكايب. كما نشكر ضيفينا وهم كل من الأستاذ إياد الدليمي الكاتب الصحفي كان معنا عبر سكايب من العاصمة القطرية الدوحة، وضيفنا من لندن عبر سكايب الأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.